ألف تدفق كل يوم فوق الأرض. السلام عليكم، ازيكم؟ في ال 24 ساعة الأخيرة كمية أحداث مهمة جدا حصلت فوق لازم تعرفوها، زي مثلا إن رواد الفضاء ممكن يزرعوا بعض النباتات على سطح المريخ، زي ما سمعت بالظبط، وده حصل قبل كده في محطة الفضاء الدولية ومحطة الفضاء الصينية. ما طولش عليكم في المقدمة، لازم تعرف ان اصغر نبات مظهر على وجه الارض ليه دور مهم جدا في استكشاف البشرية للفضاء. تم العثور على أورفيا، وده عبارة عن طحالب مائية بتطفو على اسطح البحيرات والبرك اللي في اسيا. بس اللي ما تعرفوش ان وهي في الفضاء ليها دور مهم جدا في الاكل والاكسجين بالنسبة لرواد الفضاء. طبعا كل وكالات الفضاء بيركزوا حاليا على مهمات طويلة وإقامة مستدامة على سطح القمر أو المريخ، فلازم يبقى موجود نوع من المواد الغذائية ممكن لرواد الفضاء يشيلوها معاهم، بس بشرط لازم النبات ده ينمو في أي بيئة جاذبية. الباحثين جربوا النبات ده في ظل ظروف الجاذبية المفرطة واللي بتساوي 20 مرة جاذبية الأرض. إزاي؟ بيجيبوا المادة دي ويحطوها في جهاز طرد مركزي بعرض 8 متر ويدوروها. التجربة دي اتعملت في وكالة الفضاء الأوروبية، والنتائج بتقول ان النبات ده قابل للتطبيق لدعم رواد الفضاء، لان اثناء عملية التمثيل الضوئي بيطلع كمية كبيرة جدا من الاكسجين، والنتائج بتقول ان هو مصدر كويس جدا للبروتين، وكمان نسبة استهلاكه في جسم الانسان بتوصل لمية في المية. مش بس كده، ده كمان مبشر جدا بالنسبة للزراعة الفضائية. ميزة النبات ده ان عمره 10 ايام، فكان سهل جدا في دراسته. الباحثين عملوا تجارب عليه لمدة 14 يوم ووصلوا لجيلين من الوجبات المائية بشكل عام. اللي بيحصل بعد ما يفحصوا النباتات بيحولوا المستخلصات لحبوب صلبة، وبعد كده بتخضع لتحليل كيميائي مفصل، وبعد كده بيعرضوها لأقصى أنواع الجاذبية المفرطة عن طريق أجهزة الطرد المركزي. والحمد لله طلعت النباتات دي بتتفاعل وتتكيف مع كل بيئات الجاذبية. الخبر التاني معنا بخصوص النجوم النيترونية. في دراسة جديدة بتقول ان الانفجارات الإشعاعية الغامضة والسريعة اللي بتجتاح الأرض ممكن تكون بسبب زلازل نجمية عن النجوم الميتة او النيترونية. تم اكتشاف الانفجارات الغدوية السريعة لأول مرة سنة 2007، وهي بتقرب من كوكبنا بس من مصادر خارج المجرة. سافرت مليارات السنين الضوئية وكانت قوية جدا، بس مع الأسف مصدر التدفقات دي لسه مجهول لأن مدته جزء من الألف من الثانية. معلومة كده على جنب، الانفجارات الغدوية السريعة دي بيحصل منها 100,000 تدفق كل يوم فوق الأرض. بس في اقتراحات بتقول إن هي بترجع لتوزيع الطاقة للتدفقات دي، واللي بيترتب عليها الزلازل النجمية. من المؤكد ان النجوم النيترونية متطابقة مع الطبيعة المتطرفة للتدفقات الغدوية السريعة دي، لانها في النهاية بتطلق طبقاتها الخارجية على شكل سوبر نوفا، وبتسيب وراها نواة نجمية كتلتها بتوصل لضعف كتلة الشمس. كمان النجوم النيترونية لها قشرة صلبة، فلما بتحصل الزلازل بتطلع كمية هائلة من الطاقة. فمن خلال دراسة الزلازل النجمية عن النجوم البعيدة فائقة الكثافة، والبيئات دي مختلفة تماما عن البيئة اللي احنا فيها، اكيد هيبقى عندنا رؤية جديدة حوالين الزلازل. لازم تعرف ان الجزء الداخلي للنجم النيتروني هو اكتر مكان كثافة في الكون كله لو جيت تقارنه بالجزء الداخلي للنواة الذرية. في النهاية لازم تعرفوا ان النوع ده من الزلازل فتح لنا امكانية اكتساب رؤية جديدة حوالين المادة اللي كثافتها عالية قوي والقوانين الأساسية للكون. لحد ما خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. السلام عليكم.